هضمن، لو هضمن انه نتعامل بشكل يعني خلينا ما يبقاش فيه تجاوز لفظ على الاقل، لان انا فاهم انه ما يتعلق باغنيه لسما المصري، بس انا عايز يعني خلينا نبقى في الموضوع. طب اديني دقيقتين. طب دقيقتين في الموضوع. طب تشوف جزء من الاغنيه؟ لا مش هشوف. لا 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 لا, لا. ما اشوفش الشراشيح. بص يا بيه، ساميه عطيه حداقه هربانه من البلد في الزقازيق. لا خليني بقى يا استاذ مرتضى، يعني الله، مش انت بتسالني؟ انا مع طالما مع خلاص يبقى هربانة. اولا دي انا سعيد بيها على فكره. ليه؟ دي كانت غساله يد، بقت غساله اوتوماتيك. دي كانت بتشتغل خدامه في عند بدر الطهطاوي المحامي، وام احمد ضربتها بالشبشب وطردتها وجت تشتكي لي لانها انضربت بالشبشب. طيب خلاص. خلينا هي انضربت بالشبشب. هي فنانه وصاحبه قناه، يا راجل قناه مين وبتاع مين، هتتقفل. لكن انا بوعدها هذه الغساله الاوتوماتيك دلوقتي ايام في بدر تغسل وتكنس، ام احمد ضربتها بالشبشب وطردتها عشان احمد وعشان ابو. طب يعني انت عملت دعوه قضائيه؟ هحرمها. طب اغنيه سياسيه يعني. لا مش سياسيه. وانا قلت لبعض الاخوه اللي بينتموا للمجلس العسكري وخاصة العقيد احمد علي، دي بتسألك بالاغنيه دي مين دي بقى؟ مين دي؟ اولا دي كانت عامله دي حاجه خارج الموضوع. توفيق عكاشة قال لي انا عامل عقد معاها انها تعمل له برنامج حاجه كده يعني. فقلت له توفيق الست دي نحس، انا بحذرك منها. قال لي ازاي؟ قلت له والله صاحب مصنع صاحبي كان قابلني كده معاه مره، فانا قلت له خلي بالك الست دي نحس عشان موقعها انا هقولها لك دلوقتي. فقال لي ايه المشكله يا عم ليلى؟ انت عدي يا ليلى وبتاع. الساعه 4 قال لي المصنع بتاعي اتحرق. توفيق عكاشة قال لي ده عز اللي عامل العقد. قلت له انا بحذرك. تاني يوم صدر امر بالقبض على توفيق عكاشة وغلق القناه. خلاص؟ طب يعني مش قوي، مش الناس لا لا يعني لا لا لا. فانا عايز اقول لك كلمتين. مش طاقة. لا انا بس خلاص خلاص يا بنت عطيه حداقة. طب خلينا بقى هربانه من بلدك عشان انت عارفه ايه. خلاص انا هرجعك بلدك تاني. خلينا دلوقتي في سد النهضه. خليني بس في الاهم. بس انا عايز اقول لك حاجه. سد النهضه اهم. انا غير مسؤول عن السيدات الفاضلات، لأنا قال أدب على الناس كلها. لو ضربوها خلاص اللي عاوز يرفع قضية يرفع. لو ضربوها بالشباشب. طيب. لو ضربوها بالشباشب. سد النهضة. اسمع بس. خليني بس أنا مش عايز. يا سيدي هي. مش عايز أنزل بس بمستوى الحوار. هو مستوى الحوار أنت جبت لي واحدة بتشرشح. خلاص ما أنا بتشرشح. طيب. سد النهضة. أنا حذرت. هنا خلينا بس في سد النهضة لو سمحت. أنا لا باسم يوسف. ولا حازم ابو اسماعيل. وانت حافظاني كويس العصايه بتنضرب فين؟ خلاص خلينا بس. خلينا مش عايز انظلم بمستوى الحوار. لا مش هعذرك يا بنت عطيه حداقه. ومش عيب ان ابوك يكون شغال خدام عند حد. خلينا في سد النهضه. انما انت جاي هربانه من البلد يا استاذ مرتضى. بس خلينا خاطب مشاهد بقى. انت سالتني خلاص. خلاص رشيدي الكاتب الصحفي. استاذ ماهر اتفضل. استاذ ماهر السلام عليكم. استاذ وائل بمسك على حضرتك وعلى ضيوفك المحترمين الاستاذ رجب حميده البرلماني المعروف والاستاذ اشجان والفنانه الاستعراضيه فنانه سما. اتفضل. اولا انا بشفق عليك يا استاذ وائل، انت مسهرنا الحلقه سخنه جدا. وبشفق عليك من المباراه النسائيه القويه جدا ديت. بس انا ليه عند حضرتك رجاء ان تحميني في الفتره اللي انا هتكلمها مش هتزيد عن دقيقتين، وبعد كده الساده الضيوف يعلقوا براحتهم على كلامي لو في اي حاجه. كل طيب اتفضل. بس انا هحاول نوجز يا استاذ ماهر. اتفضل. وانا اولا انا عايز اقول ان مجلس الشعب القادم لا يقل اهميه عن انتخابات رئاسه الجمهوريه، لان مجلس الشعب القادم اختصاصاته كبيره جدا قد تفوق رئيس الجمهوريه. بالنسبه للقضيه اللي بتناقشها حضرتك، ما دام القانون لا يمنع اي شخص عنده اي جريمه مخله بالشرف من حقه انه يتقدم، سواء بقى يمتهن اي مهنه. دي مش قصه. حدد الشروط دي. بالنسبه للفنانه سما المطري اللي نازله في دايره الاسبكيه ان هي تقدم فيها طعن النهارده، الطعن ده مستند الى ان هي سيئه السمعه، وفي سي دي متقدم في كليباتها الخليعه، وخاصه اغنيه احمد مش عارف ايه كده اللي بتعرض فيها ملابس داخليه كده. لا ده استنى خبر يعني الطعن. خلينا بس عشان الطعن اتقدم امتى؟ اللي قدمه يا فندم
اولا انا لن اكشف عن مصدري، والله هي حاجه مدريه يا فندم. اصل ده صحفي يعني، ايه صاحب ما الخبر بيتعرف مش مصدره عشان اقدر لا لا يعني في طعم تقدم يعني بلاغي تقدم. ايوه يا فندم السر مين اللي قدمه؟ النهارده كان اخر يوم في بيطلب استبعادها لسوء السمعه يعني. ومين اللي قدمه يا فندم بتاع سوء السمعه؟ النقطه الثانيه لو سمحتي رد عليا بعدين. ماشي. النقطه الثانيه الطعن بيطلب كشف تمويلها، لاني بيقولوا تمويلها كشف تمويلها يمولها شخص بحريني اللي هو فاتح لها القناه بتاعتها اللي تم قفلها قبل كده ورجعت تاني بطرق معرفش طرق ملتويه، لكن يتقدم فيها طعن والمحكمه او اللجنه العليا هتفصل في الطعن ده ان شاء الله في الفتره اللي جايه، وهنشوف هل هي ولا مش هتكمل. طيب انا بس عايز اقول، انا عايز اقول ان عندي برضه عايز اقول ان السياسه ليها رجالها، الفن ليه رجاله، الاعلام ليه رجاله، مش يعني كل مهنه ليها رجالها، الطب ليه رجاله، المحاماه ليها رجالها. لا الصندوق هو اللي هيحكم، وانا اشفق على اهالي الاسبكيه وعابدين. بالنسبه للاستاذ رجب هلال حميده وهو برلماني محترم وانا اكن له كل احترام، الاستاذ رجب هلال حميده كان من المعارضه المستانسه، وانا اعلم هذا جيدا لاني كنت بغطي مجلس الشعب. هو من المعارضه المستانسه الذي سمحها المرحوم كمال الشاذلي وكمل دوره احمد عز، فانا برجو منه اني خطوه للخلف يا استاذ رجب. وانت كنت بتطلع بتقدم استجوابات وبتقدم وهجموك ووقفوا لك، لكن دي معارضه مستانسه كان المفروض عليك، انا اعيب عليك ان المفروض كنت تخرج علينا وتقول انا اعلن استقالتي من مجلس الشعب لاني مش قادر اواجه الفساد. لكنك طب لا لا لو انت يا استاذ ماهر في الاموال، لو انت في دايره لو انت في الدايره دي وعندك مرشحين فقط استاذ رجب استاذ سامة، تدي لمين؟ ولا ده ولا ده، ادي الشباب الجديد، الشباب النظيف صاحب الرؤيه، الشباب اللي هيحدد. طيب خلي اسمع تعليم الاستاذ سامة وتعليم الاستاذ رجب. استاذ ماهر يا استاذ وائل، عضو مجلس الشعب القادم لا بد ان يحدد ويعرف التحديات التي تواجهها مصر، يجب ان نقف خلف القياده السياسيه ونصح. اهو دي ايدي كاتب مستأنس. اقول حاجه بقى، انت بقى قمه الاستئناس. بص يا استاذ ماهر، انا مخاطب السيسي استاذ ماهر. انا هرد يا استاذ ماهر، خلينا نسمع تعليق. انا بعد اذنك انا استاذ ماهر، انت حضرتك دلوقتي قلت في طعن اتقدم النهارده بان انا سبت سيئه السمعه، انا بطلب حضرتك دلوقتي على الهواء قدام الجمهور تتجرأ وتقول لي اسم مين اللي قدم الطعن وقدمه فين اذا كان كلامك صحيح، لان ده اهانه. لا ما تقدرش. هو ايه ده خبر؟ هو سر؟ لا ده مش مصدر، هو سر. ده خبر، ده خبر، ده انت لازم حضرتك تقوله قدام الناس. ما انت حضرتك بترمي التهم جزافا. اقول لحضرتك مين؟ حفاظا مهنة الصحفيين، وده يقولها لك الاستاذ وائل بعد الهوا. يا استاذ ده يا استاذ، هو مش يا استاذ ماهر، ده مش سر، ده مش سر عشان تخبيه وتقول لي سر المهنه. ده صح يا استاذ رجب؟ مش مصدر. ايوه حضرتك بتقول احد المرشحين اللي نازل معاكم. مين يا فندم؟ ما تقول اسمه. هو اسمه يتقال في الصحف، هو اسمه سر، ما زمان الصحافه كلها عرفته. نعم. لا طبعا، لا يبقى حضرتك ما بتقولش كلام مظبوط. معلش برافو. طيب يعني طب خلينا في كلامه. هرد بقى في حاجه بقى، خلينا بس هو هنا الطعن. طيب. يعني يا طعن واحد بيقدمه بغض النظر عن طعن، هي اصل بقول سيئه السمعه يعني حاسب على كلامه. بستند كمان للتمويل من اين؟ لا التمويل مش انت اللي تسالني فيه. التمويل لو حد يروح يقدم بلاغ اروح قدام القاضي او وكيل النيابه يتحقق معايا، مش حضرتك تسالني تمويل. انا برد عليه على الاستاذ. طيب بيسالك كمان ان انت المعارضه، الاستاذ ماهر الرشيدي يتحدث عن انني كنت من المعارضه المستانسه. الحمد لله يا سيدي. ده طبيعي، ده حقيقي. اكمل لحضرتك، اكمل. انت طلبت ان محدش يقاطعك حتى تنتهي من حديثك واحترمنا ذلك. ارجو انت كاتب صحفي متميز ان تستمع حتى انتهي من حديثي، فلك كل التقدير والاحترام وهذا حكمك. غيرك من الكتاب والصحفيين العظماء أمثال الأستاذ عادل حمودة كتب عني كثيرا، والدكتور محمد الباز ومحمد طرابيا وغيرهم كثيرون، وتشهد صحيفة الأهرام والأهرام المسائي ومضابط البرلمان أنني كنت أؤدي المعارضة التي تختلف يا سيدي
عن المعارضة التي شاهدناها بعد الثورة ممثلة في برلمان الإخوان والطهاري السلفي الذين أرادوا أن يسيطروا على كل شيء. أما مسألة الاستئناس فهي مسألة سيد الفاضل أخي الحبيب مسألة نسبية، بمعنى أنك ممكن أن تتفق معي مرة لأن صوتي عالي، ومرة لأنني أحدث الموائمة السياسية، لأنني قد أقسمت على احترام الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب، وأحيانا تأتي الحكومة بقوانين تحقق مصالح الشعب فلا يمكن أن أرفضها. أما فيما يتعلق آخر نقطة للاستئناس، إذا فتحنا هذا المجال فغالبية الصحفيين والإعلاميين والكتاب في الصحف القومية كانوا مستأنسين وكانوا عبادا للسلطة وكانوا يحصلون على أموال من تحت الترابيزات. أنا لا أقصدك بالطبع ولا أحدد اسما بالطبع، وهناك من هو موجود على الساحة المصرية الآن قد تلون، مرة كان مع مبارك ويركب معه الطائرة ويصفق له ويكتب وعود إلى أرشيفات الأهرام والأخبار والجمهورية وبعض الصحف، وتارة كانوا مع الإخوان يصفقون لمحمد مرسي وهذه الجماعة التي قتلت والتي كانت تدعو للإرهاب. طيب. والعنف والقتل وأرادت أن تسيطر على الدولة. فلما ذهب الإخوان الآن تحاولون أن تتمسحوا في شخص الرئيس السيسي الذي هو في غنى عن كل من ينافقه أو يتمسح به، لأن الشعب المصري خرج ليؤيده ويدعمه في 30 يونيو دون حاجة من متلون أو منافق أو من يحاول أن يتهم الناس بغير دليل، إلا أنها رؤية تحليلية أحترمها وأقدرها، لكن ينبغي أن يكون الحكم على الناس مستندا إلى أدلة وإلى براهين.